خير بشهادة أنا بخدمتكم وبعطيها يعني. الافتتاح المختبر اليوم هو أكبر مثال إنه طول ما في بلبنان قطاع خاص، لبنان بضل واقف على إجري وبيستمر، وقد ما بنضعف ولكن إن شاء الله هالبلد ما بيموت. منقول لكل شخص، لأعداء هذا الوطن ولأعداء الاقتصاد، شو ما حاولوا يعملوا طرابلس حتضل هي مدينة العيش المشترك. أستاذ توفيق، نيالة طرابلس والغرفة فيك. يمكن الكل، الأغلبية الموجودين هون بيعرفوا توفيق شو عم يشتغل بغرفة طرابلس، بس قليل منكم ما بيعرف قديش الدور اللي لعبوا آخر 4 سنين بالهيئات الاقتصادية، اللي كانت طرابلس ممثلة بكل اجتماع بكل لقاء. وبتعرفوا انه مرقنا خلال 4 سنين نحن بظروف يعني اقتصادية ومع حكومة، وما بدنا نرجع للماضي، وكانت طرابلس والغرفة ممثلة خير التمثيل بمواقفها وبالدعم من الصديق توفيق. أنا بتمنى الحكومة قاعدة 3 سنين ووزير الاقتصاد وهذه الحكومة ما كان عندهم وقت ليزبطوا وضع غرفة طرابلس ولا غرفة زحلة. بتمنى هالحكومة اللي إن شاء الله يمكن تقعد 3 أشهر يكون عندها الوقت ونقدر نعمل انتخابات هون، وحنكون كلنا معك من أجل طرابلس والغرفة يا أستاذ توفيق بهذه الانتخابات. لأنه ما بيجوز اليوم غرفة طرابلس هي تاني أكبر غرفة بلبنان بعد غرفة بيروت وجبل لبنان، صار لها كذا سنة مخلينا هيك. وشكرا والله يوفقكم ومبروك.